وبعدين التليفون اتقفل. فضلنا منتظرين من قبلها بيوم اللي هو كانت الساعة 8-9 كده لغاية تاني يوم. أنا الفجر اتصلت بالجالية وقلت له حصل كذا كذا كذا، وهو قال لي إن هو لقى وقفل التليفون بعد كده. فحرام يعني إحنا أعصابنا ما بقتش مستحملة. فقال لي أنا ما زال أستاذ عبد الحكيم عندي مفروض تبقى موجود. فقال لي مش مسؤوليتي، أنا مش مسؤول عن الحادثة ومش مسؤول إن أنا أدور عليه. طيب ايه اللي المفروض يحصل؟ فقال لي ايه اللي هيحصل؟ فقال لي ان انا عندي 30 مفقود وهطلع بيهم شهادات وفاه. فما قلنا هطلع بيهم شهادات وفاه ازاي وهو ما ماتش ومحدش اعلن موته؟ فقال لي انا ما عنديش حاجه ده قريبنا هناك في السعوديه. طب بتسلم حاجته ليه؟ على اي اساس حضرتك كده اعتبرته ان هو خلاص مش موجود؟ فقال لنا بدل ما الحاجه تتحول وهتتبهدل وعقبال ما توصل لكم مصر هيبقى فيها شهور، انا قصرت عليكم المسافه وقلت لا. بعد كده اتصلنا بالمشرف الجديد الحاج عطيه، ابتدى يقول لنا ان هو هيبتدي يعمل حصر، وان هو من بعد في نفس اليوم احنا كان مفروض مننا 30، فبعد 30 بقوا فجاه 26 لقوهم في يوم، بعد ما كانوا هم مش لاقيين 14 في 8 ايام فلقوا 26 في يوم واحد في كام ساعه. وفاضل اربعه منهم الحاج عبد الحكيم وهو ما زال مفقود. اتصلت امبارح انا بمندوب البعثه فقال لي احنا عندنا دي ان ايه. طب يا جماعه ما حدش كلمنا وقال لنا، حتى ما فيش اعتبار لينا ان حد يتصل بينا ويعرفنا كل الاخبار اللي احنا بنعرفها والارقام اللي احنا بنعرفها اللي ما لهاش اي اساس من الصحه احنا بنعرفها من على النت. وارد تبقى صح ووارد تبقى غلط. مفيش اعتبار باهالي ناس، مفيش اعتبار بالبني ادمين ولا بالانسان، مفيش انسان. بعد كده اتصلت انا بالمندوب وقلت له احنا عرفنا موضوع الدي ان ايه، طب الدي ان ايه ده عشان يفيدني بيه؟ فقال لي عشان احنا هنتعرف على الجثث. قلت له عشان انتوا خلاص كده اقرار من حضرتك ان هو متوفي. فقال لي احنا خلصنا حصر ومش هندور تاني ودي ان ايه اللي هيتعمل اللي احنا لسه ما قررناش هو فين هيتعمل علشان يثبت ان هو من الجثث. فكان رد لي ان انا قفلت، بس طبعا كل الكلام ده انا ما يعني انا مش مقتنعه بيه.